انا كويس ولا ايه؟ اهو انت زي الفل الحمد لله على السلامه. وشي بوظوه قوي ولا لا؟ لا لا انت وشك زي الفل رايق وجميل. انا قلقان، انا هقوم ابص عليه. ما تقومش بقى، ملهاش لازمه بقى. لا تقوم. مش قادر، انا قلقان. بس طب ما انا وشي كويس اهو، ما عملوش فيه حاجه الحمد لله. لا ده رايق وجميل. ايوه بس كده هم عملوا. مين دول؟ مين دول يا بهجت؟ هو اصل الفايل بتاعك اتغير مع الاوضه اللي جنبنا، رزان مغربي. هي نحتوا لها وشها وانت يا نهار اسود. يا نسيتي. واو ليك شو حلوين؟ شو حلوين؟ انت مش حاسه بالكارثه اللي انا فيها؟ ليك تعال اقول لك، مين عمل لك اياهم؟ دكتور جورج اشقر؟ لا مش عارف، واحد اسمه الياس باين ولا حاجه زي كده. دكتور الياس، عشان هيك دكتور الياس بيتوصى كتير. بيتوصى كتير؟ ربنا ينتقم منك يا باكت، انت اللي قلت لي اعمل العمليه دي. ايوه يا ابني، ما انا قايل لك اعمل العمليه ليه؟ مش عشان تشقط داليا؟ يا ابني انا كده هشقط شادي مش داليا. طب ممكن تهدى؟ ممكن تهدى علشان نعرف كده نفكر هنتصرف ازاي في المصيبه دي؟ لا هي ما فيهاش تفكير على فكره. بقول لك ايه؟ احنا هنروح لدكتور الياس. نقول له شيل الصدر خالص. يا ابني نو واي، مش هينفع، انت مش هينفع تعمل عمليه قبل 48 ساعه. 48 ساعه؟ ايوه. لا يا باكت، ابوس ايدك، انا مش هقدر استحمل. ممكن تسيب ايدي عشان انا اللي مش هقدر استحمل؟ ولو سمحت اقفل الزرار الاولاني دوت، علشان انا اصلا خلصان تماما ومش عارف اركز طول ما هو مفتوح. طيب انا دلوقتي هقابل داليا ازاي؟ هقول لها ايه ده؟ تعال اقول لك، عندي فكره. شو رايك تلبس سبورت برا؟ ممكن يلم لك كل هالاشياء. ايوه انا فكرت في الفكره دي، بس رحت على فيكتوريا سيكريت قالوا لي ما عندناش المقاس ده خالص. طب لو سمحت ممكن نقفل بقى الحوار القذر اللي انتوا بتقولوه ده وننزل دلوقتي عشان داليا جايه هي وشادي والزفته. زفته مرتك؟ مرتي؟ مليش كده والنبي، انا ممكن اتجوز سلطان ارحم دلوقتي، والله انت اجمل منها. بهجت ما تهزرش الهزار ده على فكره، عشان اقسم بالله بقفش. طب والله العظيم انت اجمل منها بكتير، واقفل الزرار لو سمحت. والله ما عيني بتروح له غصب عني، اعمل ايه طيب؟ بس واو بيرفكت.